go back. أمور كثيرة تغيرت منذ ذاك الحين. إنه أخي. نحن في العام 2201. تقدم جذري في تكنولوجيا المواصلات غير وجه العالم وسهل السفر والتعرف إلى حياة غريبة وإلى رياضة قديمة انتقل مضمارها إلى الفضاء، رياضة يشجعها كل من عنده شغف بالسرعة. بقايا شرطي سمر تم تخزينها هنا آنستي. ها؟ إنه فارغ، كيف يعقل هذا؟ اختفت؟ هذا مستحيل. ليس هذا فقط، سجلاته كلها اختفت، لا أحد لديه أي إجابة. لا تقلقي، سأحقق بنفسي في الأمر. هاي جودي، كنت أبحث عنك في كل مكان، أيمكنك؟ ترى ماذا أصابها؟ ريك، أنا أحتاج إلى مساعدتك. أريد بضع دقائق من وقتك، ظننت أنك تعرف شيئاً عن أخي. عملي الوحيد في ذلك المكان كان نقل الأوراق والابتعاد عن أي متاعب. حسب ما استنتجته من أمور، كنت أنت المسؤول حين أحضر شقيقي في ذلك اليوم. آسف أنستي، أنا رجل عجوز وذاكرتي ضعيفة جداً. إذن جودي سامر تطرح أسئلة عن أخيها. نعم لونا، وحين سمعت بذلك فكرت بإمكانية من تلك المعلومات لصالحنا. جيد جدا، هذا ما نحتاج إليه تماما. آسف بني. لابد أنك تتذكر شيئا، هيا نحن بحاجة إلى بعض المساعدة. حسنا، سأتكلم. كل من عمل في المركز التذكاري نقل بعد وصول تلك الجثة، وقد هدد بطرد أي شخص يتكلم عن الأمر. وما السبب؟ لم أعرف ذلك، ولم يكن لدي الشجاعة لأعرف. لو كنت ذكياً لما تدخلت في هذا الأمر أيضاً أيها الشاب. لا يمكننا الاستسلام حتى نعرف حقيقة هذا الأمر جودي، يجب أن نواصل البحث. جودي، هل سمعتني؟ انسى الأمر ريك. ماذا تقصدين بكلامك هذا؟ شكراً لمساعدتك، أريد نسيان هذا الأمر. حان الوقت لنركز اهتمامنا على السباق. أهلاً بأعزائي محبي سباقات أفزيرو في حلبة الوادي الكبير، سينطلق السباق بعد لحظات. ساعديني أرجوك، إنني يائس. أنا على وشك أن... أنا لا أستطيع تحطيم المركبات الأخرى لتتمكن لونا رايدر من نيل فرصة أفضل للفوز. لونا رايدر؟ وإن لم أنفذ ما يريدون مني فسوف يؤذونني ويقضون علي. حقا، بدأ السباق، هيا بنا. لدي معلومات مهمة عن شقيقك.
طيار جديد ينضم اليوم إلى حلبة السباق أعزائي المشاهدين ويدعى بيلي وولفن. لاحظوا مركبته الخارقة التي يسميها النمر المسحور. يبدو أنه سيكون سباقا مميزا. جودي بمركبتها القط الأبيض تنطلق انطلاقة صاروخية. يبدو أن المنافسة ستتركز عليها اليوم. تمهل جودي، أعطي المساكين فرصة صغيرة للتقدم إلى المركز الأول. عليك التركيز فقط. إنني أقترب منك الآن جاك. ها؟ يبدو أن النمر المسحور بدأ تحركه. ساعديني، إنني يائس. يحاول التخطيط للخروج باكراً. النمر المسعور يضغط على جودي؟ لنلقن كثيف الشعر هذا درساً. أظن أن خطته باءت بالفشل الآن. راك، انظر! إنهم يحاولون التخلص منه، يجب علينا أن نحميه حالا. جيدة دكتور. يبدو أن الفائز سيكون الدكتور ستيوارت بمركبته الثعلب الذهبي. مهلاً، في اللحظة الأخيرة ظهر الكابتن فالكون فجأة ليحقق من جديد انتصاراً آخر. يا له من بطل حقيقي. أتريد المزيد؟ لا أشكرك، أشعر بأنني متوتر. المليون المظلم قد يأتي إلي في أي لحظة. لا تقلق أبدا، أنت في أمان معنا. شكرا، لا أصدق أنني أصبحت حرا أخيرا. فسر ما تقصد. لا تعرفين شعور أن تجبري على العمل لدى مجموعة من المجرمين كهذه العصابة؟ لقد استخدموني ليلاً ونهاراً بدون استراحة حتى، وأبقوني خلف عجلة القيادة حتى كدت أموت. إنني مهاجم، عملي هو مهاجمة بقية الطيارين لمصلحة لونا رايدر كي أبعد عنها المنافسين لتتمكن من الفوز. حياتي كانت دائماً على المحك، لكنني لم أعد أحتمل المزيد، لهذا لجأت إليكم. هذا شيء فظيع، فظيع جداً. لا أفهم ما علاقتنا بهذا الأمر. جاك، لا تكن فظاً. لدي صديق عالق في مركز للتدريب التابع للمليون المظلم، وقد وعدته بأن أساعده، ولا أستطيع ذلك وحدي، ولن أتمكن من تقليصه إلا إذا كان لدي مساعدة. كان يعمل في مركز للتحف وما زال موجوداً هناك إذا ساعدتموني لإطلاق سراحه، فربما أخبركم بكل شيء. ولما نصدقك؟ كل ما قلته لكم صحيح. لا يعقل أن تكون قصته هذه صحيحة أبداً، لكننا متأكدون من أن عملك هو لحساب المليون المظلم، فماذا يثبت لنا أن هذا ليس فخاً؟ لا أعرف كيف أقنعكم، لكنها الحقيقة. ساعدوني على إيجاده وتأكدوا من صدقه. لماذا نضيع وقتنا بالاستماع إلى قصته هذه؟ ما وراء قصة شقيق جودي؟ سوف أخبرك بالأمر لاحقاً جاك. هل نذهب للبحث عن صديقه؟ لن نضيع الوقت. لكن جودي. متأكدة؟ يجب عليه أن يخلص نفسه بنفسه. ابدأ العرض السري. ادعوني.
أمي العزيزة. انتهاك الأمن مفزع كما تعرفون. لنقضي عليهم. العرض السري من السبت الربوع الساعة 2 بتوقيت السعودية على الـ NBC 3. رح نتكلم عن المكان اللي احنا عايشين فيه، هل كانوا فيه حيوانات عايشين في هذا المكان ولا لا؟ هل كانت القارات بنفس هذا الشكل؟ كثير مننا نشوف افلام كرتون يكون فيها الانسان عايش مع الديناصورات، هذا الكلام صحيح ولا لا؟ قولوا لي كيف. السبت الساعه 6 بتوقيت السعوديه بس على NBC 3. لماذا تخفي انت وجودي الاسرار عنا؟ نعم، ألا تثقاني بنا؟ على العكس، لكنه أمر يخص جودي وعليها أن تخبركما به بنفسها. من مصلحة الجميع أحياناً ألا تعرف الكثير جاك. هذا صحيح. لكن لما تبتعد عن الجميع ولما ترفض مساعدة صديقي بيلي؟ ربما يعرف شيئاً عن شقيقها. أعتقد أن هذه غلطة. يبدو لي أن كثيف الشعر يقول الحقيقة. فعلاً، لكن جودي هي من سيحكم في الأمر. أين هي الآن؟ في اجتماع مع تاكا، لكن... جودي، لماذا ذهبت لمقابلة تاكا؟ أراد المدير أن يعرف ما لدينا من معلومات من بيلي. هل ستساعدينه في قضية صديقه إذن أم ماذا؟ لا أظنني أثق بكلامه، لذا من الأفضل نسيان الأمر. لكن جودي، ألا يستحق الأمر برأيك أن نحقق فيه؟ قد تعرفين بعض الأجوبة بخصوص شقيقك. لا أريد أي أجوبة ريك، أريد النسيان، ولا تناقشني مجدداً. أعرف أنه أمر صعب عليك، ولكن أعطيني فرصة. أخبرتك بكل ما عندي في هذا الموضوع. إذا رفضت هذه الفرصة فسوف تندمين عليها. إنك تحدق إلى فنجان القهوة منذ ساعة، أهناك ما يزعجك؟ ماذا؟ أو لا، لابد أنه وقع بينك وجودي نقاش آخر. تقريبا. بصراحة أنا لا أفهم يا بيرت، لماذا ترفض جودي بشدة معرفة ما حصل لأخيها؟ لعل الأمر مؤلم بالنسبة إليها. أنا أظن هذا، بأن ذلك يمزقها من الداخل حتى إن لم تعترف فيها. ربما علي التحقيق في الأمر قليلاً بمفردي بدون أن تعرف جودي. هذه ليست من مسؤولياتك، جودي تفعل الصواب. معقول؟ لعلها تشعر بحاجة إلى نسيان هذا الأمر والتركيز على تحضيرك للسباق المقبل. نعم، ربما. حتى إن كان بيلي يقول الحقيقة فهذا ليس من شأنك، الأفضل ألا تتدخل. مهما قررت أن تفعل فجودي قوية، يمكنها أن تعالج ما يعترض طريقها. جودي، هل رحل ريك فعلاً؟ نعم، وبما أني أعرفه لابد أنه يبحث عن صديق بيلي. ألا؟ هذا جنون. لكن ما الذي يدفعه لذلك جودي؟ أنا أقصد أن هذا خطر. لا أظن أني أفهم ذلك الرجل أبداً. قولي أين خطأي؟ أخبرت ريك بموقع قاعدة المليون المظلم. نعم فعل، لأنه قال إنه سيجد صديقي فقط. لن تفلت من قصاصي أبداً إن أصابه مكروه. ولمصلحتك أن تقول الحقيقة. هل تعرف ما الذي فعلته؟ أنا آسف. هيا، يجب أن نسرع. إذا وجدت عليه خدشاً واحداً فسأعود من أجلك. لا حراس، لعله تم إخلاء السجن. هاي أجبني، هل أنت بخير؟ مرحبا ريك، مفاجأة سارة. لونا؟ كنت آمل أن تحضر زملائك من شرطة المجرة ليستمتعوا بمفاجأتي. أي مفاجأة؟ لقد قضي عليك. كانت تلك نسخة عنه، وهناك المزيد. بعد أن أنتهي منك سوف تتمنى أنك لم تولد أبداً.
كابتن فالكون، لا أصدق. اتركوني بسلام، ابتعدوا عني. عرفوا أنني كنت هنا. وجدته. إنه ريك. هذا ما تمنيته تماماً، فرصة واحدة للقضاء عليكم جميعاً. ليس هذا ثانية. صيدهم سيكون سهلاً جداً. كن حذراً. إنه لي أنا جودي. انتبه ريكي. ريك. سوف تندم كثيراً. سوف أستمتع بهذا. لقد انتهى أمرك فالكون، حان وقت الوداع. سررت بمعرفتك كابتن. جيد، سأنهي هذا الآن. لقد نلت منك. هيا فالكون، عليك أن تستسلم. حان وقت العرض. ماذا؟ وجدنا كابتن فالكون. أنت لا تعرف معنى الحيطة أبداً. جاك توقف. عرضتنا جميعاً للخطر بقدومك إلى هنا ويلر، لكنك لا تهتم. أنا آسف. حسناً جاك، انتهى الأمر الآن. اسمعني يا صديقي، أنت متهور وقد لا نتمكن أبداً من إنقاذك. هذا يكفي. جاك، لقد كانت غلطتي. ريك أتى إلى هنا بسببي ليساعدني على معرفة موضوع أخي. هناك أجوبة كان علي أن أعرفها بنفسي. ربما كنت أخشى مواجهة الحقيقة، لكنني لا أخشاها الآن. شكراً ريك، أنا أدين لك. أهلاً بك جودي. جاك محق، كان من المفيد الحضور، لكن ليس بمفردك. تصرفك هذا غير مقبول. من الآن علينا التأكد من أن ويلر لن يتصرف هكذا ثانية. نعم جودي. صدقوني، أؤكد أنه كان هناك. حقاً، من تسميه صديقك لم يكن موجوداً أيها الأبله المغفل. لقد اخترعت تلك القصة ليوقعنا المليون المظلم في فخه. إن كلامك كله كان مجرد كذبة. أنا لم أكن أكذب، صديقي كان هناك وقد كان في خطر، وأردت له أن يصبح حراً تماماً مثلي أنا. أنا أعتقد أنك تقول الحقيقة. سنتابع البحث عن صديقك. حقاً، أنت رجل رائع جداً جاك. نعم.